أهلا بكم، سنتحدث اليوم عن سمك الأناناسة. سمك الأناناسة موطنه المياه الساحلية قبالة كوينزلاند أو نيو ساوث ويلز، وهو القسم الغربي من أستراليا. يصل طول سمكة الأناناس إلى 22 سنتيمتر، ولها جسم مستدير ممتلئ مغطى بالكامل بمقاييس كبيرة وخشنة مع أشواك حادة، كذلك هي متجهة للخلف وتعيش تحت الحواف الصخرية وكذلك في الكهوف. لها رأس كبير مع مخاطي حفرة تحدها نتوءات خشنة، وهي مدرعة بعظام ثقيلة. الخضم حاد ويتدلى على نطاق واسع مع أسنان صغيرة ورقيقة موجودة على الفكين والحنك. وهناك نوعان من الحفرة تحتوي على نتوءات بيولوجية بكتيرية على الفك الأسفل بالقرب من زوايا الفم الذي يخفيه عند غلق فمه، ويكون لونه أخضرا في الأسماك الصغيرة ويصبح أحمرا مع التقدم بالعمر. الزعنفة الظهرية تتكون من 7 أشواك قوية، الأشواك خالية من الغشاء وتتجه من اليسار إلى اليمين بالتناوب. وتحتوي الزعنفة الظهرية الثانية على 12 من أشعة ناعمة، وكل زعنفة من زعنفة الحوض تحتوي على عمود فقري ضخم تقريبا بطول الرأس، وكذلك تحتوي على 4 من أشعة بدائية، ويمكن غلق العمود الفقري الحوضي منتصباً بزاوية قائمة على الجسم. الزعنفة الشرجية تحتوي على 12 شعاعاً، وزعانف الصدر تحتوي على 15 شعاعاً. قشور سمكة الأناناس صفراء إلى بيضاء مع حواف خلفية سوداء، هذا يشكل النمط اللافت للنظر الذي يعطي هذه السمكة اسمها. الشفاه والذقن وأجزاء من الفك سوداء، ويوجد شريط أحمر على الفك السفلي. هذا النوع يشبه إلى حد بعيد أسماك الصنوبر. وتعتبر سمكة الأناناس سباحاً ضعيفاً، فيمكن العثور عليها داخل الكهوف وتحت الحواف الصخرية خلال النهار. وتم توثيق مجموعة صغيرة من أسماك الأناناس تحت نفس الحافة لمدة 7 سنوات على الأقل، ومجموعة أخرى تحت حافة أخرى لمدة 3 سنوات، فيغامر هذا النوع للخروج إلى المسطحات الرملية ليتغذى مستخدماً أعضاءه الضوئية لإضاءة صغيرة. ويمكن أيضاً استخدام الضوء للتواصل مع عناصر معينة، ويتم إنتاج ضوء سمكة الأناناس بواسطة مستعمرات البكتيريا. عاشت هذه الأنواع إلى ما يصل إلى 10 سنوات في الأسر، وتنتشر سمكة الأناناس بشكل معتدل في المياه العميقة نظراً لطبيعتها المتوقفة. لم تكن معروفة لبعض الوقت بعد اكتشافها الأولي إلا من العينات التي تم إلقاؤها على الشاطئ عن طريق العواصف. ويتم جمع هذه الأسماك أحياناً من أجل التجارة، ولكن يجب تزويده بأماكن صخرية وكذلك طعاماً حياً. لا يتم استهداف هذا النوع من قبل مصايد الأسماك، ولكن غالباً ما يتم اعتباره بواسطة سفن الصيد التجارية. هذه كانت نبذة مختصرة عن سمكة الأناناس. شكراً لحسن الاستماع، ولكن أود منكم الاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس دعماً منكم لي، وحتى يصلكم مني كل جديد لكم أرق الأمنيات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.